في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله، من حديث أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض الفلاح. في رواية الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاح فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، ثم بعدما استسلم للموت أيام استسلام قال إذ هو بها قائمة عند رأسه واقف هذه الدابة أمامه، أمسك بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال المصطفى: أخطأ من شدة الفرح. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح أو لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته، رجل كان راكبا لدابته في أرض فلاه يعني في الصحراء، عليها الطعام، عليها الشراب، وعليها حاجاته، فجأة انفلتت منه، هربت منه، لم يستطع أن يسيطر عليه ولم يستطع أن يتحكم بها، استسلم للموت أيما استسلام، انقطعت به أسباب الحياة، ليس معه طعام، ليس معه شراب، ليس معه أحد، ليست معه الدابة التي يأتي بها إلى المدينة أو إلى الناس، انقطعت به أسباب الحياة. جاء تحت شجرة اضطجع في ظلها يعني نام تحتها، استسلم للموت. فجأة استيقظ من نومه وجد الدابة قد رجعت إليه وعليها الطعام وعليها الشراب. من شدة فرح هذا العبد عندما أراد أن يشكر الله عز وجل، أراد أن يثني على الله عز وجل، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال المصطفى: أخطأ من شدة الفرح. فتخيل معي بالله عليكم، من منا يستطيع أن يصف هذا الفرح؟ فرح هذا العبد الذي عادت إليه أسباب الحياة، بل لو شئتم فقولوا عادت إليه الحياة نفسها، فرح بالحياة بعد الموت. لا أحد منا يستطيع أن يتصور هذا الفرح، فرح بالحياة بعد الموت. لله عز وجل أشد فرحا بتوبتك إليه من هذا العبد الذي عادت إليه الحياة نفسها، فرحا يليق بعظمته وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، يفرح الحق سبحانه وتعالى بتوبة العبد. لماذا؟ لأنها من مصلحة العبد، والله يحب ما فيه مصلحة العبد. محبة عظيمة، محبة للكرم، هو الكريم سبحانه وتعالى يحب أن يعفو وأن يغفر، أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ. لهذا يفرح الحق بالتوبة من عبده، بالرجوع من عبده إليه مرة ثانية. فيه دليل على أن الله عز وجل يفرح، فالله عز وجل من صفاته أنه يفرح ويغضب ويحب ويكره، لكن هذه الصفات كصفاتنا نحن البشر أبدا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، فلا يشبهه أبدا صفات المخلوقين. فرح يليق بكماله وعظمته وجلاله، كل ما دار في عقلك فالله عز وجل بخلاف ذلك. في هذا الحديث دليل على أن العبد إذا أخطأ في قول من الأقوال حتى ولو كان كفرا، هذا العبد عندما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لا شك أنها كلمة كفر، لكن لما صبر هذا الكلام منه بدون قصد، بدون قصد وبدون عزم من القلب صار غير مؤاخذ به، كمن طلق زوجته بدون قصد، كمن أعتق عبده بدون قصد، هذا داخل تحت اللغو في اليمين
والدليل قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هذا من رحمة الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل التوبة من عبده ما لم يغلب. في هذه الحديث جملة من الفوائد: الأولى أن هذا من كرمه سبحانه وتعالى أنه يقبل التوبة من عبده حتى وإن تأخرت. فإذا أذنب العبد ذنبا بالنهار وتاب بالليل فإن الله يقبل التوبة، وإذا أذنب العبد ذنبا بالليل ثم تاب بالنهار فإن الله جل وعلا يقبل التوبة. فالله سبحانه وتعالى كريم، يقبل التوبة من عبده حتى وإن تأخرت، لكن المبادرة بها أولى. فقد يأتيه الموت بغتة فلم يستطع حينها أن يتوب إلى الله جل وعلا. الفائدة الثانية أيها الإخوة الكرام، إثبات صفة اليد لله عز وجل. فله يد كما قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة.